أحد الخيارات الموجودة برأيكم وفق هذا الانسداد السياسي المتواجد حاليا والمفروض بقوة على المشهد السياسي، إذا أردنا أن نبحث في أنجح وأنجع الخيارات من أين نبدأ؟ يعني أنا أعتقد مبادرة سماحة السيد عمار الحكيم في دهوك، وهو دليل بأنه لديه نظرة حول العملية السياسية واستشعار بأنه نحن نمر في أزمة. وبالتالي اليوم يعني هذا الخطاب وهذه النقاط العشرة اللي طرحت من قبل سماحة السيد يفترض أن يكون هنالك تدقيق بهذه المبادرة، وأن كان المؤسف حقيقة بأنه تيار صدري هو يعني تحفظ أو رفض هذه المبادرة. الآن العملية السياسية في العراق يعني لم تنضج بشكل كبير جدا، نعم هنالك بعض الإخفاقات بالعملية السياسية، لكن لا تعني تجاهل فرقاء سياسيين مشتركين في العملية السياسية من 2003 ولا حد الآن. وبالتالي اليوم طرح السيد عمار بأن هنالك ثقلا شعبيا بغض النظر عن الثقل الانتخابي، وبالتالي لابد أن يكون هنالك سماع، أن يكون هنالك مشتركات ما بين الكتل السياسية، أن يكون الفضاء الوطني هو الحاكم، أن يكون هنالك توازن في العملية السياسية ما بين الكتل السياسية، وما ممكن تجاهلها. يعني لدينا أكثر من ثلثين البيت الشيعي الإطار التنسيقي هو يرفض نتائج الانتخابات، وبالتالي لابد أن يكون هنالك جلوس للخروج بنتائج ترضي كل الأطراف. هذا الأمر حقيقة، هذه الخطوة ممكن أن نذهب باتجاه الاستقرار السياسي باتجاه تشكيل حكومة قادمة، أما التقاطعات هو لن يجدي نفعا. أشكرك، الشكر جزيلا.